وده مش اول مره نيجي، والاستقبال ده موجود من المره اللي فاتت والمره دي والمره الجايه هيبقى موجود. هم صراحه يعني ناس عندهم النظام حاجه على مستوى عالي جدا، وبشكرهم على الدعوه دي. وزي ما انت قلت يا كريم، هي يعني واجب علينا كلنا، ومش واجب على النادي الاهلي بس، ده واجب على الشعب المصري كله انه يجي يشوف ويساهم ويساند الناس دي. لانه يعني انت مجرد ان انت بس بتخلي طفل صغير بيضحك، يعني دي ليها تمن تاني خالص يعني. فان انت تساعده، ان هو تساعده في مرحله الشفاء بتاعته وفي العلاج والحاجات دي، وتقف جنبه يعني. لا يعني ربنا يشفيهم كلهم ويصبر اهلهم، ويعني ان شاء الله كلهم يعدوا المرحله دي بسلام ان شاء الله. انا اول مره اجي، فقلت فعلا انا اتاخرت، ويمكن يعني الحمد لله كان ليا مساهمه في المستشفى بشكل مختلف، لكن ما جيتش بنفسي. وما جيت النهارده طبعا استشعرت ان فعلا في صرح مميز يخلي كل مصري يفتخر، ويخلي كل مصري حاسس ان هو لو قادر لازم يسام باي عمل يساعد المؤسسه زي 57 357، لان شفت بنفسي طبعا كم الحالات اللي موجوده، وفي نفس الوقت وصول المستشفى لنسبه شفاء 75% ونسبه الشفاء العالمي 82%. فده طبعا حاجه تدعو للفخر، وفي نفس الوقت لابد يبقى عندنا دور اجتماعي بجانب دورنا الرياضي، وحس كل واحد يقدر يحس ان ممكن يخلي فرد يقتنع ان هو يسافر عمل زي 57 357. اعتقد هيبقى ليه دور تجاه مصر، مش تجاه عمل خيري بس يعني. فان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ان شاء الله، ويبقى لنا دور ايجابي ان شاء الله. 57 357 صرح طبي بهذا المستوى وهذا النجاح وهذا النظام، فاكيد مرتبط بشكل كبير بالنادي الاهلي، اللي برضه يعني بيبقى مفخره للمصريين وللعالم العربي ان في حاجه زي النادي الاهلي، واحنا بنفتخر ان في حاجه زي 57 357.